أنا علي جعفر حبيب اللواتي من سكان محافظة مسقط سلطنة عمان. عمري 33 سنة، متزوج، وعملي مهندس ميكانيكي ورجل أعمال. سيارتي دوج شارجر هلكات 2015، شريتها من وكالة دوج في عمان ظفار بالسيارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلنا سلطنة عمان الحبيبة بخير وسلامة، وكان علي بانتظارنا مع الوحش تشارجر هلكات. شو أخبارك علي؟ حياك الله، شرفتونا في عمان. الله يحييك يا رب، ما شاء الله عليكم أهل طيب وكرم وحسن ضيافة، ومو حاسين حالنا مسافرين نهائيا، يعني طيب من أصلكم في بلادنا، يعني طيب من أصلكم، هذا داركم الثاني. تسلم تسلم. قبل ما نتكلم عن السيارة وجايين للوحش الموجود ورانا الهلكات، نبذة عن أهم المناطق السياحية في عمان. لا إذا كذا أنت تدور على أبرة في كومة قش. عمان من الشمال إلى الجنوب، من مسندم إلى ظفار، عبارة عن تراث وسياحة. أعتقد جواب ولا أروع. نبدأ كلام عن الهلكات والوحش، بس بتعرف شو؟ مخرجنا منقذ عذرني، حق سرقة وعد البرنامج اليوم. ليش لا؟ لا لازم، يعني حرام عليك هلكات وسوبر تشارج وطرب وقاعدين. صح علي؟ صح. هاي عمور قالوا كيف؟ يلا تم نطلع نتمشى، وتحقيق تايم حيكون في السيارة وفاتة تايم. الأمور طيبة. ماشي مع اي حد اشوف سياره حلوه اوقف على يمين اصور اتم ماشي. طب ليش اخترت هلكات؟ ليش اخترنا هلكات؟ انا من صغري احب التميز. طيب، حتى في اجهزه النداء الالي اول ما ظهرت في السوق انا طلعت على شيء ما موجود في السوق اصلا، كان حلو النداء الالي، الجادجتس الثانيه، الاجهزه الالكترونيه، معظم مقتنياتي كنت احاول ابحث في الاشياء الغير تقليديه، غير تقليديه وغير متواجده بكثره. حلو. في مجتمعنا. مش لانها غير مرغوبه او غير محبوبه، لا، انا كنت افضل انه يكون عندي شيء متميز في هذه المقياسات. عشان نسمع فاصل طربي خفيف. وعدنا. طب ليش ماكينه تلعب دور؟ طب انت ليش اذا انت مو من عشاق التشارجر كثير، طب ليش اخذت تشارجر مو تشالنجر؟ اعتبرها فول باكج. فول باكج، وضح لي اكثر. سياره ممكن تستخدم استخدام اليومي، سياره سيدان تفيدني لي انا ولعائلتي. طيب، ذات محرك قوي وتعطيني الشعور اني انا المتحكم في الطاقه. ايوه، انت شكلك حضرت حلقه الهلكات اللي انا سويتها، فانت موضوع اللي هلكات تحتاج انت تسيطر عليها، مو هي تعطيك كمبيوترات. هو وصل لي انت اقتبست هذا من عندي. لا والله، انا اقتبسته منك. يا سيدي، كل الناس خير وبركه. كلنا البعض. حبيب قلبي. مسقط القديمه هذه منطقه الحكم سابقا في عمان. بتشوف الحين ما شاء الله، شايف العبر. الجبال وطرقات، يعني من احلى الاماكن اللي تصور فيها سيارات عمان. بالفعل، وين ما تروح يمين يسار بحر، ما شاء الله حدائق موجوده، خضار، بحر، صخور، جبال، طرقات داخل الجبال، طرقات سريعه ما شاء الله. لا لا لا، لازم اجيكم. هاي انا في مسقط، حكوا لي صلاله لسه في شهر بالخريف لسه اروع احلى. ما شاء الله قريبا هتشوفهم موجودين ان شاء الله. بنكمل كلام عن السياره. طب انت كيف كنت اول شخص يمتلك التشارجر هلكات؟ ركزوا، تشارجر هلكات وليس هلكات بشكل عام، لأن تشارجر موجود في عمان. ضربة حظ. ضربة حظ. نفس الفترة اللي كنت أبحث فيها عن سيارة. أوكي.
ساري اكتشفت ان السياره متواجده واستغلت الفرصه. طيب هل السياره هذه استخدام يومي؟ هذه السياره استخدام يومي ديلي يوز. انا شايف انه صار ما بعد عن الناس فاصل طربي سوبر تشارج. اسمع مية وستين يعطيكم العافية. لا مو 160 تقريبا 145 بس كنا يدوب ماشيين. يعني أنا سمعت أنك أنت من عشاق التعديل وهي معلومات مسربة فيق عرب جتي أنك أنت من عشاق التعديل وتعدل وعندك كراج. نعم أنا هوايتي من التعديلات أوكي. وعندي شركة متخصصة في إعادة هندسة المركبات وصلنا نهيئ سيارات الدفع الرباعي، نهيئ سيارات السباق، نجهز معدات التخييم والرحلات ايضا. حلو. وندخل على سبيشال برودكتس كما نقوله الديماند الكاستمر. حلو. الزبون يعطينا افكاره ونحن نحولها لواقع. كلكم شباب عمانيين؟ كنا شباب عمانيين. ما شاء الله عليك. من لازم نشوف الكراج، لازم نمر الكراج. ان شاء الله بنمر الحين عليه. بنروح الحين؟ حواته تايم الى الكراج. علي ما شاء الله، كلمني أكثر عن هذا الكراج ومتى أسستوه؟ التأسيس كان في 2007 شركة Power Performance Customs. نحن مجموعة من شباب هوايتنا التعديل. جت الفكرة أن ليش ما نقوم تأسيس شركة تفيد شباب البلد. أسسناها والحمد لله، واختصاصنا فيها إعادة هندسة المركبات، تهيئة سيارات الدفع الرباعي، Building Race Cars، Customizing، توفير Special Projects لطلب الزبون، إيش اللي هو يطلبه؟ إذا في شيء في باله بتسووه يعني؟ نسوي ليه على أرض الواقع، وطبعاً كلتا يكون من مع كاتيجوري السلامة. حلو، كله يعني بتهمكم السلامة. صحيح. قبل القوة ولا؟ هذا أول معيار. أول معيار. ما شاء الله عليكم شغلكم جبار، والحلو إنه شغل بأيدي عمانية. عمانية. نعم. كفو عليكم. كيف الطرف بس؟ كريم لازم يسوق الهلكات، ما حضيع من ايدي هالفرصة يعني اكيد. على كل حال السيارة ما عليها اي تعليق، هلكات جربتها بالكامل، نص ساعة تجربة مفصلة شوفوها. سيارة ما شاء الله فعلا مميزة، افكر الناس كلام طلعوا صوت صوت صوت، شو الصوت؟ صوت سوبر يا حبيبي، صوت سوبر يا حبيبي. بالنسبة لعلي ما شاء الله عليه، علي اشكرك اول شيء على حسن تعاملك معنا، على استقبالك، على تنظيمك لطلعات جروبات، شكرا ما قصرت معنا صراحة. ولكن تصويتكم هو اللي أهل علي والهلكات ليكون هو وحش الاس ار تي، وايضا تصويتكم لا تنسوا انه هو اللي بيأهلكم لتدخلوا السحب وتفوزوا بدوج تشارجر اس ار تي جديده. تصويتك مهم لان انت الحكم. واسمع ما شاء الله. كريم اليوم طوله ما احدى السياره ما خلانا نسوق حتى. ادعس 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 بعد لو الصوت يستاهل رشحوه. شباب عرب جي تي دوت كوم يتعلم المسافه من حشمه يجوا ويشوفوا نادينا في عمان. ثاني شيء طبعا كانت عندنا فعاليه في نهايه السنه الماضيه، وفي اشخاص وعدناهم بتكريم واتمنى ان يقبلوا من عندنا التكريم البسيط. Thank you.
يا محمد؟ ايوه يلا بسم الله.